تظهر الانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثامن والختامي كأس الخور للخيل المهجنة الأصيلة، شوط مشروطة درجة الثانية لمسافة 1900 متر بمشاركة 7 جياد شباب يتقدم الآن، ومن أمام المقصورة الرئيسية يمر إلى المركز الأول والصدارة المدرب ديمر ماوتن والمالك المهندس حسن عبد الملك والخيار ريان كوراتولو. من الجهة الخارجية محاولة من إدواردو بدروزا مع توبسي تير في المدرب إبراهيم المالكي، ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني إلى المركز الثاني، ومتابعة في المركز الثالث من خلال تواجد الترشيد مرشح قوي أيضا في هذا الشوط رقم 1 المدرب محمد الغزالي، ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري والخيال هاري بنتي رابع المراكز بالشعار الأحمر، كما نشاهد هنا من خلال رقم 2 غلاتيك برنس سلالة تباوي المدرب جاسم الغزالي، ملك السيد جاهين بن خالد الغانم والخيال ماركو كازامنتو. الجياد والتوجه نحو المنعطف قبل الأخير، شباب يتقدم على الجميع حتى الآن، توبسي تيرفي في المركز الثاني والوصافة، محاولات قوية أيضا من غلاتيك برنس، متابعة أيضا من خلال أوبرا بارون، ولكن الصدارة حتى الآن بالشعار الأصفر، ومتابعة قوية بالشعار الأبيض والنجوم الخضراء، توبسي تيرفي في المركز الثاني. من الجهة الخارجية انتفاع قوي للجياد عند المنعطف الأخير، شباب مقدام حتى الآن يتقدم على الجميع، محاولة توبسي تيرفي من الجهة الخارجية، الخط المستقيم هنا يبدأ مع الجياد، العاديات تبحث عن المرور إلى كأس الخور، توبسي تيرفي من الجهة الخارجية، شباب في المركز الثاني، الترشيد يظهر بقوة من الجهة الداخلية، منافسة قوية في آخر الأمتار، كرار ومحاولة قوية أيضاً في الأمتار الأخيرة بين 3 جياد، توبسي تيرفي بالضربة القاضية يتفوق على الجميع بالضربة القاضية، بوسعيد هو رجل. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة لكأس الخور الشوط الثامن، رقم 5 توبسي تيرفي بطل الشوط مع المدرب إبراهيم سعيد المالكي، ملك الشيخ فيصل بن حمد الثاني والخيال إدواردو بدروزا، المركز الثاني لرقم 1 الترشيد المدرب محمد جاسم الغزالي، ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري والخيال هاري بنت، المركز الثالث لرقم 4 شباب من تدريب ديبور ماونتن وملك المهندس حسن عبد الملك والخيار رايان كوراتول، المركز الرابع لرقم 7 مع كرار المدرب هادر الرمزاني، ملك السيد مهند جاسم الياقوت والخيال توماس لوكاسيك، بينما المركز الخامس لرقم 2 غلاتيك برنس المدرب جاسم الغزالي، ملك السيد شاهين بن خالد الغانم والخيال ماركو كازامنتو. ألف مبروك للفائزين في أشواط هذا المساء، وبعد قليل نتوجه للزميلة ديما لإجراء المقابلة مع المدرب البطل في هذا الشوط. يتفضل السيد عبد الله الكبيسي لتتويج الفائزين بكأس الخور للخيل المهجنة الأصيلة مسافة 1900 متر. إدواردو الخيال الفائز بهذا الشوط، ولدان. ويتفضل المدرب إبراهيم سعيد المالكي تألق في 3 أشواط لأمسية اليوم وكأس الخور في يده، ألف مبروك. ألف مبروك للملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني، ويتسلم كأس الخور السيد عبد العزيز البوعنين، ألف مبروك.
صورة تجمع كل من الفائزين بأمسية اليوم كأس الخور للخيل المهجنة الأصيلة إبراهيم المالكي والخيال إدوارد مع السيد عبد العزيز المعنين، والصورة الجميلة والتذكارية للخيل والخيال الفائز توب 6 في إدوارد. ولدك مشاهدينا الكرام انت